مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء والأوفياء أينما كنتم، القصة ديال اليوم هي قصة غريبة غادي تسمعوها على فم أو على لسان أحد الفنانين، نقدروا نقولوا فنانين وحنا متأكدين منها. سي فؤاد مني كان صغير هو تعشق الفن وتعشق التمثيل وتعشق المسرح، وكان محب لهاد المهنه هذه، وكان محب لهاد الهوايه هذه، وكان محب الفن. دست سنوات وهو في اوهام وفي احلام لم تحقق، ويقولون طبيعه الحال احلام واليقظه لا تتحقق. هذا الشيء اللي كان كيقولنا فؤاد وغيعاودنا القصه ديالو، وفين لاحوا هذا الشيء هذا، وكيفاش وصل لهذه الحاله هذه. سي فؤاد مرحبا بك معنا. شكرا. فنان داوي حتير خطة، انا احسن هذوك الممثلين اللي تيبانوا في القنوات. نعم، قبل عاودنا القصه ديالك بعدا مع الفن. الفن ديالي كان من الطفوله ديالي عشتو في دار الشبابه والرياضه ديال بوعماير، دابا تسدات حاليا حنين. عشنا مع من صغير، اولا دار الشباب ديال بوعماير خرجنا تكوننا، هذيك بقينا ضايعين. دابا الفن، الفن من الطفوله ديالي، القيس كون ياخذ بيدي اعمال الافلام، تعاون معايا عبد الكبير ركاكنا، الحمد لله فيلم واحد داتو فؤاد. من تما كنت حاب. اشتغلتي في مجموعه ديال المسرحيات ومجموعه ديال الافلام العالميه كيف ما قلتي لنا، يعني ناس من برا خدمتي معاهم. هذا شنو عطاك الفن، شنو عطاك التمثيل، شنو عطاك المسرح من الشباب ديالك حتى دابا كبرتي؟ اعطتني دابا هذا الوقت، اعطتني التحدى وقعات خطني المحسنين يعاونوني، الحمد لله تنتين لدار الشبيبه والرياضه. علاش ما عطاك والو؟ كاين شكون يهضر معك؟ صندوق الابواب على هذا الغيره على المسرح في هذه السكينه. نعم. وكنا تنتعلموا من كيف الحبول. ودابا فهمتك، يعني بغيت تقول للمشاهدين انك كنت كتعلم وعطيتي بزاف المسرح والفن والافلام، ولكن كتدق البيبان ديال المخرجين وكبار او لا ممثلين او لا ناس في المجال ما كتكونش استجابه. علاش في نظرك؟ هل حيتاش انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، او لا حيتاش ما عندكش الفلوس، او لا ما عندكش اليد اللي تكالي عليك؟ اعطتني دقت الابواب، جميع الابواب. صبت على البطاقه الفنان مازال خرجت لي الان. تتجاوب مع السيد الوزير فينا هي البطاقه ديالي المهنيه ديال الفنان، كاينه الحقوق ديالنا. دقت على المسؤولين، دقت على الادارات، على الفن، لهذ السكينه حابسه المهرجانات، حابسين كلشي علي هذ السكينه. جميع الاخوان اللي كانوا معايا كانوا تيتعلموا معايا، كمال الكريمي، عبد الحق بن المزاد، وصلوا وعيت معهم قبضوا بين يدي، وكاين شكون يقبض بين يديك، صعوبه يقبض المخرج يقبض بين يديك. علاش علاش شنو هو السبب؟ هذا هو السؤال، شنو هو السبب فؤاد؟ علاش؟ كاين تيخافوا على السينيسيس، على المسائل القانونيه، على هذه هادشي اللي عليه تيخافوا. المخرج تيخاف يقول لك انا عندي واحد الدعم من نعطيك، تنقول له واخد. انت قلتي انك ممثل وفنان موهوب، يعني علاش بالعكس خاصك تكون زعما مطلوب في الساحه الفنيه؟ بيان سور موهوب، وكنت انا ومن الطفوله ديالي انا وكمال الكاظمي اللي وحدي الدان. قريت انا وياه في امير عبد القادر، دابا تنشوفها مشدوده من الطفوله من امير عبد القادر. قريت انا وكمال، خرجنا للمسرح نيسان انا وكمال، وبالمزاد عبرتك بالمزاد توا تذلك توا ود مكنر، وخرج وصل العاصمه. نعم. وخدموا. هذا هو السؤال، واش حيتاش خرجوا من المدينه اللي كتنحضر ليها هي مدينه مكناس، داك الشيء باش هما وصلوا وانت مازال، او لا لانك انت ما عندكش الماديات، ما عندكش لي مويا، ما عندكش كيفاش دير انك تقلب على راسك، او لا شي يد اللي تعاونك، ياك هذا هو السبب، او لا لانك انت من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ كاينه الوزاره ديالنا عندها هذا القطاع ديال المسرح ديال السينما، عند الناس هي الوزاره تقول لك سير دق على القطاع. نعم. ديال كتحس براسك مظلوم ديال الوزاره؟ كتحس براسك مظلوم؟ بيان سور مظلوم، كيسكن يعاونني عندي حتى حاجه. الحلم ديالك باغي تخلى عليه ديال الافلام وديال الشهره او ديال التمثيل، او لا مازال متشبت به؟
معمق معمق مثلا معمق. ما بغيتيش تخلي على الحلم ديالك انت كبرتي يعني خاصك تشوف شي حاجه اخرى باش تعيش. انت دابا كي قلتي ما كتلقاش حتى باش تعيش، ما كتلقاش حتى الخبز ديال الليله. تعمقت بالمسرح. ما تقدرش عمقني وصديق ديالي الدكتور حسن المنعي رحمه الله، خلى لي واحد العمق ديال الكتاب ديال الدكتور حسن المنعي، هو اللي باقي تنقراه. العمق العمق ديال الدكتور حسن المنعي رحمه الله هو اللي خناني نحب المسرح. خلاك تحب المسرح لدرجه انك ما بغيتيش تخلى على الحلم ديالك. دابا باش كطالب افؤاد؟ نطالب محسن يجيو يطلعوا عليا ويعاونوني في هذا المناسبه العيد، يحسوا بيا والوزاره ديال ذوي الاحتياج الخاصه يحس بيا، وتنطلب بجميع القطاع تندق الابواب كاين تكون يديها فيك. لا تيقول لك كاينه الوزاره ديال الاختصاص اللي يكون ذوي الاحتياج الخاصه، وفي التنسيو تلقاو الاضرابات في الباب وتلقاو الاضرابات. دابا انت شنو بغيتي باش كطالب؟ شنو بغيتي؟ نطالب دابا في هذا الشهر العيد يعاونوني ونرجع للفن ديالي. ولكن الفن ما عطاك والو، يعني ما كتفكرش انك دير شي حاجه اخرى باش بغيتهم يعاونوني في مشروع شي حاجه يعاونوني؟ يعني بغيتي دير مشروع باش انك تقدر تعيش. نعم لقاء العيش اليومي. ولما لا انك تشارك من الاعمال في عمل من الاعمال اللي التلفزيون ان شاء الله، علاش لا؟ فهذا هو النداء. وحنا كيف ما كتعرفوا الصوت ديال المواطن، الصوت ديال الانسان المظلوم. ففؤاد تظلم فنيا، تهمش فنيا، كان كيبغي المسرح مني كان صغير، كان الحلم ديالو حلم لم يتحقق الى يومنا هذا. كبر السي فؤاد ولكن مازال متشبت بالحلم، مازال عنده امل انه يتشهر. فمشاهدينا الكرام، هذه هي القصه ديال فؤاد الفاطمي ياك من مدينه مكناس. هذا النداء طبيعه الحال اللي بغى يعاونوا او لا اللي بغى يتخلوا، لما لا يشوفوا المخرجين الحال ديال بعض الفنانين المهمشين في المملكه المغربيه ماشي فقط في مدينه مكناس. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.